السلام عليكم، انا واحده من التلميذات ديال الاستاذ الكبير ديالنا شهيد. الوغ تعلمت على يدي ومازال كنتعلم، وكنقول مازال غادي نزيد نتعلم باسكو فريمون داك السيد سي اون مين دور. غير لاشين ديالو تبارك الله، زعما فيديو كيدخلك الفيديو اون بليس دو سا، سي زعما شخص اللي كنقول انا كيحترم العقول. كيفاش كيحترم العقول؟ ماشي شي واحد مثلا كتمشي عنده بعد، اولا كيبدا معك من الصفر، من تحت من الصفر حتى كتدخل، حتى كتبدا معاه بشويه بشويه، من الباترون دو باز، من الفيزيونومي ديال الجسم ديال الانسان، كيفاش تتعامل معها. كيحترم العقول كيفاش، ماشي مثلا كيجي كيفرض عليك واحد القاعده، هنا غادي دير واحد غتهبط بثمانية، هنا في التركيز راه غادي تحسب مثلا غتهبط بالربع ديال الكتف. الوغ لا، تيقول لك ها كيفاش، منين تيجي هذيك، منين كتجي هذيك 8، منين كتجي ديك القيمه ديال التركيز. يعني كتلقى في راسك في واحد بحال خدام مع استاذ ديال المات، مع استاذ ديال الرياضيات، كتخدم عقلك، كتحس بالحواس ديالك حتى هما خدامين، كتمشي معاه، كتعيش معاه داك الدرس. والدرس في الحقيقه كتحس به كيوصلك بواحد السلاسه، ما كتملش من الدرس، والدرس راه كيدخلك على دروس. انا كندخل غير الدرس اللي كيصيفط لي بون، وكنقولها ثاني عاود سي استاذ غير مادي، يعني ما كيهتمش بالماديات، حيت كين كان غادي يصيفط لك، غيصيفط الدرس ديالو مثلا غيهضر على القفطان او الجلابه، صافي سالينا. الوغ كيف في الدرس ديال القفطان راه غادي تمشي، غادي تسرق معاك، غيخرج معاك ثلاثه ولا اربعه ديال الدروس، غيعطيك مثلا في داك القفطان بزاف ديال مثلا ديال الانواع ديال القفطان، غيهضر معاك في النوع ديال الكول، غيهضر معاك في النوع ديال الكمام. وزعما تبارك الله في الحقيقه، وانسان عليك وماشي غير انسان، وكيدير لو سويفي، كيدير ان تري بون سويفي. انا راه في الاول فاش كنت بديت في الحقيقه واحد شويه تكاسلت، جات العطله، وهذه انا تقريبا بديت معاه من قبل من العطله ديال الصيف، ولدابا انا مازال تعلمت شي حويجات، ومازال دابا مازال متشبته، وتنقول مازال غادي نزيد نتعلم باسكو عنده، واش غنقول لك، عنده واحد الرصيد، واحد الكميه ديال انه حتى مثلا انت لافورماسيون باش يوصلها لا بيرسون، واحد الاسلوب اللي هو يا كنقول انا راقي وكيحترم العقول. يعني ماشي كيتفلى على الناس، ماشي مثلا كينقص منهم، ولا كينقص من العقل ديال الواحد، كيخليه هو يا مثلا اللي غادي يوصل مثلا لدوك القياسات او لدوك العبارات، او كيفاش مثلا حنايا غادي نصاوبوا واحد نقول واحد القطعه، ولا واحد لسميتو ماشي بعشوائيه، ماشي بسميتو بدراسه، كنديروا دراسه وكنتعمقوا في الدراسه. الوغ نهضر حتى نهضر استاذ، راه زعما راك عارف، ما غاديش انا تعرفني شنو كاين، ما غنوفي لك شي حقك. وكنشوف حتى البنات تبارك الله اللي كاينين عندك، راه كنشوفهم زعما عندهم مستوى جامعي مرموق، ناس ولا نساء عيالات تبارك الله زعما واصلين في الميدان، ماشي غنقولش الاستاذ ديال الخياطه مثلا حيت مازال كيكونوا باقيين كيتعلموا، في ميادين اخرى في عده مجالات، يعني ناس تبارك الله زعما في المستوى. وهذا ما كيدل على علاش كيدل، كيدل انك كتوصل، كتعطي واحد داك التعليم اللي كدير، داك المنهجيه ديالك، يعني سي كلك شوز كنقولوا مثلا دو سيليكسيوني، شي حاجه اللي هي مثلا انت خادم عليها ودارسها، ماشي مثلا غير جا واحد مثلا متطفل على الميدان. كنقول لك شكرا بزاف استاذ. كي قلت لكم سيت مثلا حتى بوغ لو سويفي، انا بحال دابا في الصيف تكاسلت بون العطله، وراكم عارفين والصفر وهادي، عتي حبس عليا الدروس، قال لي ما كديريش التطبيقات. كون كان شي واحد ماشي شغلو غيقول لك ما تيهموش، هو غيهمو راه الفلوس ديالو صافي الخلاص ديالو. الوغ هو لا، حبس، قال لك انا ما عنديش ما ندير، انا بعدا خصني نشوف لو ريزولتا، نشوف الخدمه اللي كنخدم معاك، خصني نشوف لو ريزولتا، خصني نشوف التطبيقات ديالك، خصني نشوف اشنو فين وصلتي. راه كنكون غاده، وماشي غير انايا، راه حتى البنات كاملين زعما حتى هما راه يقدروا هذا يدخلوا يهضروا، حتى البنات كاملين يعني كتكون غادي في طريق، حتى كيجيك اتصال ديالو، امدرا فين وصلت بنتي، اشنو المشكل، فين عندك هادي، واش باقي عندك مشكل في هاد، ومتبع وعارف تبارك الله كل وحده واشنو فين عندها مثلا نورمالي، فين مثلا عندها، فين كتحس براسها مثلا كاينه اون شي حاجه اللي عندها مثلا عندها فيه نقص، تيتبع معاك حتى ما كيبقى حتى شي حاجه، ما تيبقاش داك اللبس. يعني غنقول مثلا، نهضر مثلا على راسي انا، حتى بالنسبه للي فيديو ديالو او للطريقه ديالو، راه لا فيديو تقدر تشوفها مره 10 المرات، وما كل مره وكل مره كتشوف كتخرج بواحد مثلا واحد الاضافه في هذيك لا فيديو. كي قلت لكم سي استاذ تبارك الله زعما بون، هادشي ما جايش من الفراغ، يعني سي اون اكسبيريونس كي كيقول هو ديال 32 عام في المجال، دونك ماشي شي حاجه جايه هكا كاينه من الهوا، يعني تبارك الله عنده. انا بالنسبه ليا اون طونك انايا، رانا مازال كنقرا ومازال كنتعلم من عنده. كنصح اي مرة، اي مرة كيف ما بغات تكون، كنهضر على المرأة المغربية اللي كتكون لي حارة وحرة كيف ما كنقولوا، كتبغي تحيد الدل على راسها، زعما اللي بغات تعلم، واللي بغات مثلا شي واحد اللي يعاونها. حيت انا بالنسبة ليا انايا، اش غنقول لك، حنا بالنسبة لنا النفس البشرية واحد ما كيكونش عارف مثلا الميولات ديالو، ما كيعرف، كتكون عنده واحد الطاقة ولكن مثلا ما تيعرفش يخرجها، ما تيعرفش مثلا يبينها. الوغ بالنسبة للأستاذ شهيد، زعما من الناس، نقولوا من لي كوتش، الناس من الناس زعما اللي انا كنهضر على
على ديالي انايا اون طونك ليكسبيريونس ديالي انايا بيرسونيل. وبالنسبه للبنات اللي كنعرف اللي التلاميذ اللي كاينين معايا انايا حتى هما اللي كيتعلموا يعني شي واحد اللي كياخذ بيديك حتى كيخرجك انت كتخرج داكشي ديك كيعاونك كتخرج ديك الطاقه اللي عندك كتفجر ديك الموهبه اللي عندك هو كيعاونك وكياخذ بيديك ماشي مثلا غير كيعطي هكذا كاين الدرس ها لا فيديو ها القفطان ها يصرف السوا وصافي الوغ كلا كيبقى متبع معاك حتى كيخرج داكشي انت اللي بغيتي وتيمشي معاك في في داكشي اللي انت باغيه حيت كل وحده تبارك الله وكاين الموهبه ديالها كل واحد وكاين عندها ديك لا توش ديالها كل وحده وكاين عندها البصمه ديالها كتزيدها الوغ غنقول لك استاذ تبارك الله عليك شابو با وغنرجع كي قلت العيالات المغربيه زعما اللي بغات تتعلم اللي بغات تزيد القدام اللي بغات تطور من راسها واللي بغات مثلا تعلم واحد نقولوا حرفه تزيد منها من المدخل ديالها تعاون بها راسها تعاون بها بولادها بلا ما نهضروا على لا العمر لا حتى شي حاجه باسكو العمر سي غير رقم كيف كنقولوا راه زعما نقول لك حطي يديك ما بين يد الاستاذ شهيد وغير تهني ونعسي على جنب الراحه والله العظيم كنهضر زعما على حتى على راسي وعلى كي قلت لكم البنات اللي كنعرف وكي قلت لكم سي انسان يحترم العقل ديال بنادم كيحترم الموهبه ديال الواحد ماشي شي واحد اللي كيعطيك وكيقول لك هكاك هذه غادي ديري لها هكذا هكذا لقيناهم كيديروا لها كيحترم الموهبه ديال الواحد وكيحترم العقل ديالو الو غنقول لك استاذ شكرا بزاف الله يكثر من متعلك الله يكثر خيرك وما ننسى شيء الاستاذه حنان حتى هي غنقول شكرا بزاف 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 كنصدعوها بزاف انسانة تقدر تصيفط لها ميساج في اي وقت في اي وقت كتجاوبك على شحال من حاجه ما دخلش مثلا حتى في الدرس زعما بزاف زعما انسانة هي معطاءه وشكرا بزاف وتبارك الله عليكم شابو با.